بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة احنا هنعمل حاجة جديدة. ان شاء الله النهاردة احنا هنعمل مسابقة ان شاء الله على جزيرة الفرنسي زي ما انتم شايفين، وان شاء الله الكل معانا هيبقى كسبان. وان شاء الله دي مش اول يعني دي اول مسابقة، وان شاء الله مش هتكون اخر مسابقة. ان شاء الله بدعمكم لينا وبكل دعمكم لينا هنكون معاكم وهنوصل ان شاء الله بيكم، وان شاء الله جميع المعلومات مش هنبخل عليها بيكم ان شاء الله. ودي مسابقه عشان نحفز الناس بحيث ما يعرفوش يعني ايه حمام لاحم فرنسي ولا هو بيمتاز بايه، وان شاء الله يكون مسابقه خير علينا وعليكم ان شاء الله. هو كل المطلوب منك من شروط المسابقه ان انت حضرتك لو مش مشترك معانا في القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس، وان شاء الله اكتر واحد هيعمل مشاركه للفيديو ان شاء الله يكون من نصيبه جوزين الحمام زي ما انتم شايفين ان شاء الله. بس هو بس من شروط المسابقه ان انت تكتب رقم تليفونك في تعليق، يعني تكتب رقم تليفونك في تعليق وعنوانك، واحنا ان شاء الله هنعمل سحب على الارقام، وان شاء الله الكسبان هنعلن عنه ان شاء الله، و كل هيبقى معانا كسبان ان شاء الله، لان دي مش اخر مسابقه هتتعمل. كل باستمرار على طول هنعمل مسابقات، هنعمل مسابقات عن اللحم الفرنسي، مسابقات عن الكينج والكاري، والاغلبيه ان شاء الله هتكون عن اللحم، لان اللحم الناس بتهواه وبتحبه زي ما انتم شايفين عشان الانتاج بتاعه زي ما انتم شايفين غدير. وان شاء الله وكل اللي عليك بس ان انت تكون من مشترك القناه، ولو مش من مشترك القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو. اكتر واحد هيعمل شير ان شاء الله هو اللي هيكون من نصيبه جوزين الحمام زي ما انتم شايفين. وان شاء الله زي ما قلت لكم دي مش اخر مسابقه، ان شاء الله هنكون معاكم باستمرار وهنعمل مسابقه معاكم باستمرار. وهنوصل ان شاء الله زي ما انتم شايفين في الفيديو ان احنا هنكون من الاحتفالات الفيديو باذن الله ان شاء الله، يعني ربنا يبارك وربنا يرزق الجميع. وزي ما قلت لكم دي مش اخر مسابقه، هو كل اللي عليك عشان لو العالم مش عارف المسابقه، كل اللي عليك ان انت تكتب رقم تليفون حضرتك والعنوان واسمك في كومنت في الفيديو تحت، وان شاء الله احنا هنعمل سحب على الارقام، وان شاء الله لو من نصيبك هنتصل عليك، ولو انت من محافظه بعيده هنبعتهم لك شحن ان شاء الله، ولو انت قريب لازم عشان تكون من شروط المسابقه ان انت تكون من مشترك القناه ومفعل الجرس وعامل شير، واكتر واحد هيعمل شير للفيديو ان شاء الله هيكون من نصيبه جوزين الحمام زي ما انتم شايفين. لحم فرنسي بيور ان شاء الله، وزي ما قلت لكم الكل معانا كسبان، لان دي مش اخر مسابقه هتتعمل، دي اول مسابقه صحيح في القناه بس دي مش اخر مسابقه. وان شاء الله هنعمل مسابقات وهننزل معلومات تفيدكم ان شاء الله. اسرار الحمام اللاحم، وهنستمر معاكم وهنستمر بدعمكم ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع، تعمل لايك تعمل شير، تروح تعمل شير يا جماعه هيكون من نصيبه ان شاء الله. ان شاء الله هو تمن الحمام زي ما انتم عارفين، تمن الحمام اللاحم اسعاره في السوق على حسب اللي بيبيع، بس انتوا عارفين سعره. طيب انا مش هقول عشان في ناس بتزعل، قالت لي ما تقولش سعرك لان انت بتزعل ناس كتير، مش هقول ان شاء الله السعر وربنا يرزق الجميع، بس انتوا عارفين اسعار الحمام زي ما قلت لكم. عشان تكون من الكسبانين ان شاء الله زي ما قلت لكم دي مش اخر مسابقه هتتعمل، دي الاولانيه، وان شاء الله الكل هيبقى معانا كسبان. انك تعمل سبسكرايب للقناه او تشترك في القناه وتفعل الجرس، واكتر واحد يعمل مشاركه ان شاء الله ان شاء الله هيكون من نصيبه. وان شاء الله لو من محافظه بعيده هنبعت لهم شحن، ولو من المحافظه بتاعتنا ان شاء الله يجي يستلمهم بامان وفي عموديه كمان، ونتشرف ونتعرف بيه. وهو مكسبي ان انا اتعرف ناس امثالكم، ناس محترمين جدا ان شاء الله.
وزي ما قلت لكم ما تنسوش من شروط المسابقة انك تشترك في القناة وتعمل لايك وتعمل شير. والسلام عليكم ورحمة الله.